السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومعاكم أحمد شبراوي. أنت بتشوف قناة صفا العود والعطور. أتمنى يا رب إن أنت تكون بخير وبصحة وسعادة وأنت بتشوف فيديو النهاردة. النهاردة هنتكلم على عطر جديد من عطور إبراهيم القرشي، والحقيقة إن إبراهيم القرشي دايما بيطرح عطور متميزة جدا بالثبات بتاعها، وفي نفس الوقت متميزة كمان بالمكونات العطرية. ومن لما يعلم إبراهيم القرشي فعلا عنده دهن عود من الأدهان المعتقة اللي تصل لسنين، عدد من السنين يصل لخمسين سنة ومئة سنة موجودة عنده. 50 سنة بدون مبالغة، يعني إن ما كان أكتر من كده كمان. أنا بكلمك عن تجارب وعن قرب بدهن العود اللي موجود في إبراهيم القرشي. الحقيقة يعني بتميز من بعض الأدهان، وكمان الأدهان النادرة، لأنه طبعا بيشتري على فترات كبيرة جدا، وكمان عنده كمان الأعواد فعلا هم متميزين بيها. تحديدا أنا بكلمك في فرع الفرعون القديم اللي هو في شارع التحلية في المملكة العربية السعودية تحديدا. يعني طيب، ليه بقول لك الكلام ده في المقدمة؟ لأن إبراهيم القرشي عنده دهن عود، طبعا كلنا عارفين اللي هو العود الأزرق، اللي هو الدخان بتاعه بيكون أزرق. من الأعواد دي، من الأدهان والأعواد الأزرق، عمل منه، أنتج منه عطر. الحقيقة قاعدة عطرية موجودة فيها دهن العود الكمبودي والعنبر. كقاعدة عنبرية أنا شايف إن هي مناسبة بالنسبة طبعا للأدهان. غالبا يا جماعة الشركات كلها دلوقتي بدأت إن هي تشتغل، أو شغالة من زمان دلوقتي في كقاعدة عطرية بالنسبة لهم بالأدهان بدهن العود أو دهن العود الأزرق. وطبعا كل شركة أو تصميم شركة بيضيف اللمسات العطرية بتاعته. طيب، إبراهيم القرشي ضايف هنا إيه؟ ضايف العود الكمبودي في القاعدة العطرية، والعنبر. العنبر هنا أنا بتكلم على العنبر، عنبر من الأصماغ، الأصماغ والرتنجات الموجودة. ده هو اللي ضايفه، ده الإضافة يعني في القاعدة العطرية. طيب، بالنسبة لوسط العطر، وسط العطر الباتشولي الليزر. بداية العطر، طبعا العطر اسمه العود الأزرق عند إبراهيم. بداية مقدمة العطر، مقدمة العطر فيها زهرة الليلي الزرقاء، من الزهور الفواحة الخفيفة، اللي عايز اقول لك اللمسات بتاعتها خفيفة، يعني مش خفيفة معنى كده ان هي بتطير بسرعة، اي نعم، يعني عشان كده هي في مقدمة العطر، لكن لمسة ناعمة كده زي ما بنقول، يعني لمسة خفيفة ناعمة، ده في مقدمة العطر. كمان هو ضايف معاه العود الكمبودي الفاخر. عود الكمبودي الفاخر معنى كده العود الكمبودي ده عود جديد، بس عشان نعرف كلمة فاخر يعني ايه، وفي كلمة معتق يعني عدد من السنين. كلمة فاخر غالبا هي مسميات طبعا تجارية، معنى كلمة فاخر او معتق او طبعا تعتيق او سوبر او دبل سوبر، دي طبعا كلها مسميات، لكن كلمة فاخر تحديدا هنا انا بكلمك على دهن عود جديد. وطبعا كلنا عارفين دهن العود بيطبخ على طريقتين، طريقة الحطب وطريقة الغاز. دهن العود الموجود معانا ده طريقة غاز، يعني مش طريقة حطب أبدا يعني، لكن دهن العود هو طبعا حاطط لمسات من القاعدة العطرية من العود الأزرق. العود الأزرق فده فارق معاه كمان في النكهة يعني بتاعة العطر نفسها. طيب، طبعا في وسط العطر، وسط العطر الباتشولي. طبعا زهرة الباتشولي من الزهور الفخمة جدا المميزة، غالبا ماليزيا وسنغافورة يعني بتكون رائدة في الزراعات بتاعتها. يعني انا على المستوى الشخصي اعشق الباتشولي. طبعا الباتشولي يرجع زراعته للمصريين القدماء، يعني من الزهور فخمه جدا، يعني كعطر خاص لتوت عنخ امون ونفرتيتي قبل كده في العصر القديم. يعني الخلاصه عايز اقول لك ان العطر من العطور الفخمه المميزه اللي انت تقدر ان انت تستخدمها يعني هنا لعشاق العود والباتشولي، لعشاق الروائح الفخمة القوية بمعنى أدق، لأن تعتيق دهن العود لما يكون موجود تعتيق دهن العود بكل نكهة مختلفة تمام. العطر أنا عايز أقول لك الفواحات بتاعه في البداية مش هيفوح معاك، ولكن بعد يعني بعد ساعة من انطلاق العطر هيبدأ انتشاره
في انتشار المكان اللي انت موجود فيه مش هيكون منتشر جامد، ولكن طبعا اللي هيكون قريب منك هيشم ريحة العطر بشكل فخم جدا. كمان هيسألك جايب العطر منين. اتمنى ان انا اكون افدتك ووصلت لك معلومة تكون واصلة بالنسبة لك. طبعا العطر ما ننساش ان هو للجنسين، هو رجال ونساء. طبعا النساء بتعطر بدهن العود عادي جدا، وغالبا هو طاغي عليه العود بشكل كبير جدا، فعادي يعني تقدر تعطر بيه للجنسين رجال ونسائي. مناسب جدا كمان لفصل الصيف، دخلنا فصل الصيف مناسب طبعا في انتشار فصل الصيف. طبعا في شيء مهم جدا حابب ان انا اقول لك عليه، لازم ان انت تختبر العطر خصوصا لو انت هتستخدمه في فصل الصيف، لان فصل الصيف درجة حرارة جسمك بتتفاعل بشكل كبير جدا مع العطر، فممكن عطر يكون انا استخدمه يناسبني درجة حرارة جسمي، نسبة العطر ممكن نفس العطر انت تستخدمه ولكن ما يكونش بالنسبة لك يعني ما يكونش افضل شيء يعني بالنسبة لك. ده بيرجع لايه؟ بيرجع لدرجة حرارة الجسم نفسها بتتفاعل، حتى لو انت بخيط على الملابس من الخارج برضه بيتفاعل معاك بدرجة حرارة جسمك بشكل كبير جدا مع العرق وكده، بتفاعل مع الحرارة كمان بتاع درجة حرارة الجسم. فده برضه شيء مهم جدا كمان، لأن في ناس بتيجي تستخدم العطور تقول لا والله تقييم العطر لا غير مناسب. دايما طبعا أنا منصح إن أنت تستخدم العطر، يعني تختبر العطر، تختبر النوتات العطرية بتاعته فترة، يعني مرة ساعة، بعد كده ساعة تانية، بعد كده ساعة تالتة تقدر تشم العطر لحد ما تحدد فعلا العطر ده مناسب لذوقك ولا لا. سريعا كمان حابب ان انا اقول لك، اسيب لك رابط اسفل الفيديو لو انت حابب ان تحصل على عطر باذن الله اسيبه لك، تسجل فيه تسجيلات وخصومات بتجي لك من ابراهيم الكرش وقت ما يكون عندهم تخفيض، وقت تسجيلنا الفيديو كمان هو موجود عندهم تخفيضات. اشوفكم في فيديو جديد، شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.